مرحبا. طماطم صاحب الأنف الخارق، بصلة الطباخة، بطيخ الأكول، باذنجان الرسام، فلفل المشاغب. جزرتنا القوية، جزرتنا الذكية، جزرتنا الخارقة. الليمون المثلج. كل هذا الحر غير معقول. عرفت كل شيء، الشمس هي السبب. يا لك من ذكي يا طماطم، ولكن أخبرني كيف عرفت أن الشمس هي السبب، فهي بعيدة جدا. الأمر بسيط باذنجان، بسيط جدا. فكرت في هذه الطريقة، عندما نكون تحت الشمس نشعر بالحر، وعندما لا تكون موجودة لا نشعر بالحر. ما يعني؟ أنت عبقري طماطم. اسمعي جزرة، خطرت لي فكرة أنا أيضاً. هيا يا باذنجان أخبرني. ماذا لو طرت في السماء وأزحت الشمس قليلاً؟ ولكن ماذا تقول؟ إن اقتربت منها كثيراً أصبح مشوية. ماذا لو ذهبنا لتناول الليمون المثلج في مطعم خرشوف؟ في الحر نحتاج إلى الانتعاش، صحيح؟ فكرة ذكية يا جزرة، فكرة رائعة. هيا بنا. لا ثلج، ليمون، مسكين، أنا. ماذا تقول؟ اشرح لنا. للأسف لم يعد لدي ثلج، لن أصنع الليمون المثلج بعد الآن، مسكين أنا. ولكن جزرة، كان بإمكانك محاولة إزاحة الشمس. لا، أعني أن أقول إنني، لا بل أردت أن أقول، اسمعي يا جزرة، من دون أن تصلي فعلياً إلى الشمس، أقصد من دون أن تحترقي، بإمكانك ربما أن تأخذي بعض الغيوم وأن تغطي تلك الشمس الحارة جداً. ولكن باذنجان ماذا تقول؟ باذنجان ولكن ما بك؟ عفوا، هذا يكفي أنتما، لا تخف يا خرشوف، سأجد الحل المناسب. اسمعوا يا أصدقاء، الليمون المثلج لذيذ جداً ومنعش، ولكن الآن قبل الليمون المثلج لنذهب ونلعب لعبة الحر والبرد. هيا لنذهب لنلعب معاً. في رأيكم المثلجات باردة أم حارة؟ أحسنتم، المثلجات باردة وهي لذيذة جداً، وبالتالي هي من الأشياء الباردة. والشراب المثلج بارد، نحتاج إلى الثلج كي نعده. تعلمون كلكم أن الشمس والنار هما من الأشياء الحارة. أحسنتم، والآن لنعد إلى خرشوف ونتناول الليمون المثلج اللذيذ والمنعش. يريدون العصير البارد، وهذا الآن غير وارد. نفد الثلج، قال خرشوف، وهو حزين ومكسوف. تعود جزرة في لحظات ومعها الثلج بكميات. لا تقلق يا خرشوف، سأهتم بالأمر. الفيتامين سوبر بيف. الجزرة الطائرة. الجزرة الخارقة. ها يوه. ها مع قطعة الجليد هذه يمكننا صنع العصير المثلج. لقد أنقذتني يا جزرة، أنت بطلة، كيف يمكنني أن أشكرك؟ الأمر بسيط، بعض العصير المثلج سيكفي. العصير للجميع. ولنا أيضا. إلى اللقاء يا أصدقاء. وداع. إلى اللقاء يا أصدقاء. وداع. أنا الجزرة الخارقة.
تنسى الاشتراك والإعجاب في قناة شهاب الفضائية.